السلام عليكم أحبائي، السلام عليكم الغزالات، كنتمنى تكونوا كلكم بألف خير إن شاء الله يا ربي. الوصفة ديال اليوم عبارة عن جينواز بلا كريم، فيها حاولت ندير جينواز تكون بقدر مبسطة واقتصادية بزاف، يعني فيها تقريبا 4 ديال المكونات. كنتمنى أنها تعجبكم. بالنسبة للديكور غادي تشوفوا في الفيديو أنني ما كنتش أولا ندير هذا الشيء كامل، مي كنت خدامه بلي ندير البنان بلي ندير الشوكولا. دونك فوالا، كنتمنى انها تعجبكم وتطبقوها، وكنشكركم على الدعم ديالكم. الا كانت هذه اول مره كتدخلوا للقناه ديالي، كنتمنى انكم تشتركوا وديروا لايك للفيديو، نوصلوها ان شاء الله لاكبر عدد من اللايكات، تبارطاجيو لا غوسيت الى عجبتكم، وتدعموني ولا عندكم شي اقتراح مرحبا في التعاليق، وكنشكركم بزاف. نخليكم مع المكونات والطريقه ديال التحضير اللي سهله بزاف، فرجة ممتعة. إذن بالنسبة للمكونات، غادي نحتاجو 120 غرام ديال الدقيق، 120 غرام ديال السكر سنيدة، 4 البيضات، وغادي نحتاجو ساشي ديال الخميرة ديال الحلويات فيها 8 غرام، وساشي ديال السكر الفانيلا. دابا ندوزو للطريقة ديال التحضير. إذن غادي ناخد الخلاط، استعملوا الخلاط اليدوي. انا باش نربح شويه الوقت كنديروا ديراكتومون في هذا الخلاط هذا اللي داير بحال العجانه. وغادي نضيف السكر سنيده، سكر الفانيلا كذلك، وهنا غادي نضربوا الخليط. خصكم تبقاو تضربوا فيه حتى كيطلع مزيان وكيولي تقريبا بيض. هذا هو السر النجاح ديال هاد لا جينواز هادي، وتقريبا جميع انواع لي جينواز. دونك غادي نضربوا مزيان، غادي نوريكم كيفاش غادي يولي. اذا كما كتشوفوا البنات، بقيت كنخلط فيه حتى القوام ديالو تبدل ورجع اللون ديالو تقريبا ابيض، يعني ما بقاش صفر. خصكم غير شويه ديال الخاطر تضربوه مزيان، كيطلع بحال هكا، كيضاعف الحجم ديالو. ودابا غادي نضيف ليه الدقيق مع الخماره. اذا غادي ناخذ الخماره وغادي نضيفها للدقيق باش نغرب لهم بجوج. غادي نغربل مع التخلاط، وهنا التخلاط البنات ضروري بشويه باش ما يهبط لكمش البيض من التحت للفوق. دونك غادي نغربل شويه بشويه حتى نسالي الكميه ديال الدقيق. هنا غادي نستعمل سباتول غير بشويه البنات باش كتحافظوا على داك القوام طالع ديال البيض. صافي، وغادي نبقى ندخل الطحين شويه بشويه. دائما في نفس الاتجاه. كاين بعض الاخوات كيطبقوا جميع المراحل وهكاك ما كتجيهمش الجينواز زوينه، يا اما ما كطلعش يا اما ما كتجيش خفيفه. يعني هاد المرحله هادي راها ضروريه البنات ديال الخلط، خصوصا هاد النوع ديال الجينواز، ان البيض ما يهبطش. الميكرووند نسيته.
اذا في هذا الاثناء الفران خصو يكون ديجا مشعل، درجه حراره متوسطه، يعني يكون سخون شويه ملي ديروا ليه لا جينواز. صافي غادي نخلط بهذه الطريقه، ومن بعد غادي نديرو في اللاطان، غنوريكم كيفاش غندير ليها. وصافي هنا البنات خديت واحد اللاطه ودهنتها بشويه ديال الزيت باش يشد ليا بابي سولفوريزي، ودابا غادي نحط فيه كاع داك الخليط ديال البريباراسيون ديال لا جينواز، وراح نحاول نقادها على حساب اللاطه اللي عندي. انا غادي نبسطها بهذه الطريقه هذه بلا سباتول، تاخذ لا فورم ديال اللاطه. انا هذه هي اللاطه الوحيده اللي عندي مقاده البنات، عندي واحده اخرى مي ما مقاداش من تحتها بحال الكاري في الوسط، هي اللي كانت غتجي احسن، ولكن كانت عدم معها شويه استعملت هذه. دونك غادي نليسيها مزيان من الفوق وصافي غادي ندخلها الفران. حضيو معاها البنات راه دغيا كطيب، يكون شاعل من الفوق ومن التحت كما قلت لكم درجه الحراره متوسطه، وان شاء الله غنوريكم ملي نطيب كيفاش جات وكيفاش غادي نزينها. اذا الكيك ديالي فاش خرجته من الفران ها هو باقي سخون، غنخليه يبرد ان شاء الله وغادي نرجع نوريكم كيفاش غادي نقسمه ونصايب معكم لا كريم. اذا بالنسبه للكريم اللي غادي نديروا الحشوه ديال هاد لاطارت هادي واللي غادي نزوقها بها، غادي نبدل شويه، غادي نستعمل هاد البريباراسيون ديال الكلاصاج بالبنان، كنوع من التغيير. ممكن تستعملوا الكريم شانتيي، ممكن تستعملوا كريمه الزبده، كريم فريش عندكم في الدار، لا كريم ماسكاربون اللي فايت درت لكم، انا نحط لكم فيديو لتحت استعملتها في بامال ديال لي غاتو. كيبقى لكم نتوما الاختيار، انا كنوع من التغيير بغيت اليوم ندير النكهه ديال الموز، وهادو سي دي برودوي تورك كناخذهم من عند الاتراك، وكتزيدوا فيه غير الزبده، 50 غرام ديال الزبده تكون درجه حراره المطبخ، 300 مليلتر ديال الحليب يكون بارد، وصافي غادي نضرب هادشي مزيان. ممكن ما نديرش فيه الزبده لانهم كاتبينها في الطريقه ديال البريباراسيون، مي الزبده كتعطيه واحد القوام شويه ثقيل، على بلا زبده كيجي بحال الموس. دونك غادي نخدمو مزيان وغادي من بعد نوريكم كيفاش غادي نمونطي هاد الكاطو هذا. اذا اول حاجه غادي ناخذ الزبده لي ضروري ما تكونش بارده، يعني خرجوها مده من الثلاجه. غادي نضربها مزيان. اذا هنا من بعد ما ضربتها غادي نضيف عليها الحليب يكون بارد، تلتمية مليلتر ديال الحليب، وغادي نضيف الساشي ديال البريباراسيون ديال الكلاصاج بالبنان. النكهه ديالو زوينه البنات، انا فايت خدمت به. صافي غادي نضربو بشويه ومن بعد غادي نطلع السرعه ديال الباتور. اذا كما كتشوفوا القوام ها هو تشد ليا مزيان، وممكن الا بغيتو يكون اكثر من هكا غنزيد ليه غير شويه ديال الزبده ونزيد نخدمو غيزيد يقصح اكثر من هكا، ولكن هكا كيجيني جاني بركه. وصافي دابا غادي يدوز ان شاء الله باش غادي نسقي الجينواز. اذا الجينواز ديالي حيدتها من لاطه، غادي نقسمها على جوج. بالنسبه للجينواز ممكن تقطعوها كما بغيتو، تحيدوا الطروفه اللي ما عاجبينكمش، يعني كيبقى لكم اختيار ديروها على الطول على العرض. المهم انا بعد تفكيري طويل قررت نديرها هكا. والسقي كذلك ممكن تسقيوها باي سيرو، غير السكر والماء او عصير عندكم في الدار، عصير تحضروه اللي بغيتو نتوما، او مشروب غازي خصوصا الفانتا كيجي بفانتا غزال ديال الليمون. دونك غادي نسقيها مزيان، يعني هاد السيرو هذا باش ما كتجيش ناشفه وكتجي رطبه.
كيبقى الذوق على حسب الاختيار وعلى حسب الكريمه اللي غتستعمله. دونك غادي ندير شويه ديال لا كريم اللي بيان سور كنت محتفظه بها في الثلاجه. يعني كنبقى شويه بشويه بلا ما نابيمي لا جينواز. يعني تنحاول نملس هذيك لا سيرفاس باش تجي مقاده وكذلك ما يكونش بزاف ديال الكريمه. كل ما كانت ملسه كل ما حتى الشكل ديالها ملي كتقطعوها كيجي يعني كيجي مقاد وزوين. غادي نكمل بهذه الطريقه هذه وبيان سور على حسب الكميه ديال الكريمه. الا كنتو ناويين تغلفوها كامله بالكريمه يعني كتشوفوا دائما ردوا بالكم الكميه ديال الكريمه اللي استعملتو ولا جينواز واش كبيره واش متوسطه ولا صغيره. يعني شي مرات ما تيقدش لا كريم ما تسقطش. هنايا غنزيد شويه ديال حبيبات الشوكولا. الشوكولا كيتواتى بزاف مع البنان. يعني كانوا عندي الصراحه شي مرات البنات فاش كنبدا شي خصوصا لي كيك كنكون دايره واحد الفكره في راسي ومني كنبدا نخدم تيبان تيخرجوا لي افكار اخرين. يعني ما دابا الحبيبات ما كنتش معوله نديرهم. كنت غادي ندير اللوز ايفيلي عفوا. ومن بعد شفت انني عندي الشوكولاته وقلت ارا ندخل شويه ديال الشوكولا. كتوقع ليا حتى فملي كنكون كنخلط الكيك شي مرات كنحيد الفاني وكندير شي نكهه اخرى اولا يعني كنجرب كنشوف واش تجي زوينه ولا لا. وهكا باش كيصدقوا الحوايج كنعرفوا ديك الحاجه راه يمكن تصدق ولا ما تصدقش. يعني ضروري تجربوا. هاب صافي دابا حطيت الطبقه الثانيه. انا قلبتها يعني عن عمد باش تجي خفيفه ونسقيها مزيان حيت الجهه الاخرى الا درتها ما غاديش تشرب بحال من هاد الجهه هادي. غادي نسقيها بحال الطبقه الاولى. وغادي نزيد الكريمه شويه بشويه. دابا غادي نزيد في الجوانب. اذا هنايا صافي غطيت الجينواز ديالي كامله. غادي ندخلها تبرد لسيتها مزيان. فوالا غادي ندخلها المجمد تبرد شويه ومن بعد غادي نزينها. دونك من بعد غادي نزين الكاطو ديالي برقائق اللوز اللي حمرتهم. دابا قلت غادي ندير شويه ديال الكريمه هنايا خصوصا انني اكتشفت انني ما عندي حتى شي بلا اللي نقدر نقدم فيه كاطو بهذا الحجم. هذا يلاه جا وكوميم راني حطيت الكاطو شويه عوج. غندير هاد الجهه هادي كذلك بنفس الطريقه. يعني هذيك الكريمه اللي ديكوريت من الجناب باش تغطي ليا العيب ديال الطبسيل اللي صغير وما جانيش مع الكاري ديال هذا مع الحجم ديال الكاطو. غادي نحط غير كنحط رقائق اللوز غير بشويه
بهذه الطريقه هذه. ممكن تخليو غير ديك الديكوراسيون ديال لا كريم، انا غير باش نغطي داك بين جهه طالعه وجهه هابطه. فوالا صافي، غادي نكمل الجهات الاخرين بنفس الطريقه. اذا من بعد خديت هاد ستيلو ديال التزيين بالشوكولا واللي بغيتو، غادي نعمرو بهاد الصوص شوكولا. نورمالمون كدار في لي غلاس وداكشي، انا غنزين بها. غادي نعمرها دايره بحال السورانغ. كنتمنى انا لا كريم تقدني. الاخر بديت غير كنكبر في بون هاد الزيكزاك. هذا ما جاش نيت، ولكن غطى ديك لا سيرفاس ولات كتبان حسن. وكما كتشوفوا لا كريم يعني حتى الاخر. On se mettre des bananes. Ouais. Et voilà, le gâteau ديال اليوم ها هو سهل البنات. كنتمنى انكم تجربوه وراح كيجي زوين. هاد لا جينواز كتجي زوينه، الطريقه ديالها سهله وفي المتناول، ما فيهاش مقادير بزاف. فرحوا عائلاتكم، فرحوا وليداتكم. اش غنقول لكم، كما شفتوا معايا بزاف ديال الحوايج ما كنتش ناويه نديرهم في الكاطو. من الانسان كيحاول يدير شي حاجه من لا شيء، اولا بلوتو من شي حوايج كيكونوا عندنا في الدار بحال دابا البنان ولا هذا، يعني كيجي زوين في لي طارت. اللوز ايفيلي ممكن تعوضوه بكاوكا، واللوز مهرمش، اي نوع ديال الفاكهه جافه محمره ولا هكاك خضراء تطحنوها وديروها الكاوكاو اي حاجه. الا ما عندكمش كاع ممكن تستعملوا ديك الباستا ديال درهم اولا بيمو تفرتوه، اي نوع اوريو اي نوع حتى هو تقدروا ديروا تزينوا به الكاطو ديالكم. كنتمنى ان هذا الكاطو يعجبكم وتطبقوه. الا عندكم شي سؤال خليه ليا في التعليق، وكنشكركم بزاف. ها هو ساليتو، جا زوين، امير عجبو بزاف. كنتمنى انكم تطبقوه، لا جينواز ديالو سهله. نخلي امير يقول لكم شي حاجه الا عجبتكم لا غوسيت. N'oubliez pas de liker.